عندنا مشروب الموز والزنجبيل هنحتاج نص لتر من عصير البرتقال يكون فريش، واحنا عندنا بسم الله ما شاء الله البرتقال حلو جدا. موزتين، معلقتين كبار من زيت جوز الهند، ده ضروري جدا اللي بيخلي الموضوع معانا حلو قوي وبيساعدنا على حرق الدهون. كمان عندنا معلقتين كبار من بذر الكتان، كلنا عارفين الفوائد الرهيبه اللي في بذر الكتان. عندنا معلقه كبيره من الزنجبيل الباودر، وللتزيين واخده اوراق نعناع، وحابين زينه بموز بقى، حابين زينه باللي انتوا عايزينه، دي حاجه بتاعتكم يعني زي ما تفضلوها. هنا هاخد عمل كده بسم الله اهو نصين بس كده، هاخد خدت الموز، هاخد الجنزبيل، هاخد مرضى الضغط الجنزبيل، لا بدور الكتان، الفوائد الرهيبة الكتيرة جدا اللي بتبقى موجودة فيها، ده غير انها مفيدة يا ستات للبشرة كتير جدا، لو غليناها مع شوية مية وخدنا المية، خدنا الجيلاتين اللي فيها وعصرناها وصفيناها وحطيناها ماسك على وشنا كده من غير اي حاجة او لشعرنا، بتبقى الموضوع بيبقى حلو جدا. عايزة اخد ايوه كده بالشكل ده اها يلا ايوه كده، حاجة روعة جدا، بتصفي الوش وبتنعم وبتنعم الشعر، وكرياتين طبيعي للشعر وحاجات كتيرة جدا يعني اكيد كلنا عارفينها، واللي مش عارفها يجربها. وهاخد العصير بتاع البرتقال، شوفوا يعني جربوها بالشكل ده مش هتندموا عليها. يلا بينا بسم الله. بس كده هكتفي بيها كده، وهاخد قطعة بسيطة للموز اها كده في الكاسات بتاعتي اه بالطريقة دي. اها وكده كمان. ايه بقى موضوع الحلقة اللي بتخلص معاكم بدري دي؟ اعمل فيها ايه؟ ما بشبعش منكم بجد. يا ريت يا ريت نتبع الحاجات اللي احنا بنعملها الشهر ده، هتفرق معاكم جدا في صحتكم، هتفرق معاكم كتير جدا، الموضوع هيبقى مختلف معاكم، هتلاقوا نفسكم بتنزلوا وزن بطريقه حلوه جدا، هيساعدنا في الناس اللي بتروح الجيم. بس ما تاكلوش بتوع الجيم، ما ياكلوش خالص المكرونه دي خالص، ينسوها، ينسوا حاجه، لو عايزين رز مسلوق يبقى حلو قوي. يعني هتلاقيها فرقه معاكم بجد، اتمنى انكم تتبعوا الموضوع، هيبقى معانا حلو جدا، مفيد، صحي. اكثروا من شرب السوائل اللي احنا عملناها او المشروبات اللي احنا سبق وعملناها اللي بتزود المناعه او بتقوي المناعه لاطفالنا. عليكم عليكم ارجوكم امانه، ببلغها لكم وارجو تبلغوها لاحبابكم كلها، عليكم باليانسون اللي هو نافع، نغليه ونشربه لينا لاولادنا، معاه شويه عسل يبقى معاكم حلو جدا ورائع، يزود مناعتنا في لاطفالنا في المدارس. بترجاكم ما تهملوش الموضوع ده خالص، عليكم بيه، يعني اتمنى بجد ده اتمنى اهو.